يمكن حاجه بتاع تلت ساعه يا استاذ احمد يناقشوا فيه، واخيرا اقتنع قال لك ايه، طب نسال البنت نديها الحريه، طب امتى؟ قال لها طيب يعني، قالت له يعني امتى يعني؟ قال لها على سن 12 سنه، قالت له على سن 12 سنه ممكن ان احنا نسال طفله نكلمها في الكلام الفارغ ده ونقول لها ان طهرك ولا لا؟ الله يكسفكم. طب بنتي مكسوفه من 12 سنه، امال العيشه اللي خدها 6 سنين؟ ها؟ اوعكم ما حد منكم يطلع يا متخلفين عقليا يا اللي اتغسلت عقولكم، ها؟ وانتوا في القرن ال21، طب في 430 سنه كانوا عرب جرابيع حافيين مقشفين ما عندهمش مخ، وما زالوا يا استاذ احمد. يس. حاجه تحزن عن اللي لسه قاعدين وبيطلعوا يناقشوا خايبه زيهم، مش قادره افهم لحد امتى. وهو ده مين؟ ده حكم الشيطان. والنهارده نشكر ربنا، نشكره. هو مين اللي جاب القنوات الفضائيه دي؟ مين اللي جاب الانترنت ده؟ عشان مهما كان الشيطان الكبير بتاعكم اللي غار في داهيه من 1400 سنه و300 جاي النهارده تقول لي استاذ احمد ده ملوش اخوات؟ هو محمد بتاعك اللي عمره ما خلف، ونشكر ربنا انه ما خلفش، كانت بقيت مصيبه سودة، ما خلفش خالص من وسخته من الامراض اللي كانت عنه. حسك عينك ما تطلع تقول للاستاذ احمد كده تاني ولا اي حد. انا واقفه لكم، ما حد يجيب اسمه على لسانه باي كلمه تمس اهله ولا تمسه. باسم ناس، واخد بالك، ابن الملك. اصحى لنفسك انت وروح دور على السيد المسيح الحقيقي اللي مكتوب في الاحاديث بتاعتكم ان هو ده اللي هيجي يدين العالم. ها؟ عيسى اللي عندكم اللي في القران يجي بحكم ايه يدين العالم؟ ما كان جهنا بالاسلام الوسخ. انا قلت للباستور تيري انا لو تحكمني لامسكه المه بتاع القران الكريه بتاعهم ده وارميه كله في الزباله واحرقه. هو في حاجه غير الوساخه؟ ما تتكسفوا بقى، اتكسفوا خذوا وما تطلعوش تتكلموا. نفسي تردوا على شيوخ الاسلام بتوعكم يا بتوع رضاك كبير. روح اسال دكتوره هاله فرحان قالت ايه للشيخ على الكتاب اللي مطلعه. واحنا اللي بنطلع الحاجات دي، هي الحاجات دي موجوده في كتبنا ولا في كتبكم؟ اتكسفوا بقى، اتكسفوا واعرفوا للابديه بتاعتكم. في حد يقول ان في حوريين عين 72 في السماء؟ ده ربنا القدوس. يا متخلفين عقليا، اصحوا بقى، اصحوا. لحد امتى هتكونكوا في الهزي ده والهراء ده والمحلل والمسيار واللي واللي واللي؟ اكتشفوا، اكتشفتوا. وهو مين اللي اكتشف؟ هو الشيطان. والف مبروك يا استاذ احمد على القنوات الجديده اللي ربنا حط على قلبك انك انت تجيب كل شيء كويس وكل شيء لخدمه ولاد الاله القوي. وبفكركم تاني يا كل اللي بتتفرجوا على قناه الحقيقه، اعملوا معروف، اعملوا معروف، ساهموا في انتشار كلمه ربنا، كلمه السيد المسيح، وفي التبشير. اديكم سامعين اللي طالعين على الهوا لسه بيكذبوا، ها؟ في ديانتكم السماويه، في ديانتكم السماويه ادينا لحد القرن ال21. فالنهارده القنوات الفضائيه دي ربنا اللي وجدها لنا عشان توصل لكل بيت. شكرا، شكرا لك يا اختي، الرب يباركك ويفرح قلبك. يعني انا دايما 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 فخور ان انا ابن ملك الملوك ورب الارباب، ومستحيل في حياتي لو حتى ايه زي ما قال كده ميدو، لو وضعوا الشمس في يميني والقصاري، مستحيل طبعا اني انكر دوت. بالعكس، هفضل دايما فخور ان انا ابن ملك الملوك ورب الارباب. الاشياء الثانيه، الهبل والعبط اللي كل يوم يطلعوا لنا افلام في الجرايد وعلى الانترنت كله، قلنا قبل كده احنا واللي عنده اي شيء يطلع ويتكلم وجها لوجه. اوكي، فطبعا ولاد رضاع الكبير بيحاولوا يغطوا عورتهم لا مؤاخذه، كالعاده كالعاده. رسول 4 سنين ما عرفش ابوه، طلعوا فتوى 4 سنين. كلام الفاضي ده كله لا مؤاخذه لا ينطبق على اولاد ملك الملوك. احنا بسيف الحق واقفين، ونور الحق هو اللي مالينا، مش ظلمة العالم وأكاذيب العالم وأضاليل العالم. الأضاليل اللي الرسول عملها في حياته وعملته شخصيته كلها أكاذيب، وعملته ألهتوه
عمالين دلوقتي ترقعوا لمؤاخذه في كل الاكاذيب اللي بدات تنهار عن شخصيته وعن اصله وعن تاريخه وعن فصله وعيلته وابوه وامه والحاجات دي كلها. فاللي بيربى على شيء لمؤاخذه يعني مش هيقدر يطبقه على اولاد ملك الملوك انيمور. واخدين بالكم ولا لسه؟ ده انتوا تربيتوا على كده، ده الشريعه بتاعتكم كده. فلا مؤاخذه اذا كنت انت حرامي وهتفكر زيك، نصاب كذاب دجال مرائي منافق، اوعى تفكر الناس كلها زيك. واخد بالك ولا لسه؟ دول مختلفون. اوكي؟ فاحنا ولاد ملك الملوك، وانا شخصيا بشكر الرب ان الرب اقني من الموت وحول قلبي الحجري وبيستخدمني انا الحجر لاحياء كلمه ربنا ومجد ربنا. يمكن ناس كتير تقول لك الكلام عن الاسلام والقاذورات اللي في الاسلام ده مش مجد ربنا. لا، انت بتنتهر مملكه الشر. مملكه الشر لا تستطيع ان تتعامل معاها. روح يا توتو تعالى يا توتو، روح يا شوشو تعالى يا شوشو، مستحيل. لا مؤاخذه، لابد من سيف الحق ونور الحق لكي تنتهر تلك المملكه الشريره والارواح الشريره اللي مسيطره على الاحبه المسلمين. Thank you.